أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطية الخاصة التي سنناقش فيها مقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد وقاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. سوف نبحث في هذه التغطية الأسباب والنتائج والتداعيات على الساحة العراقية والعربية وحتى الدولية، لنأخذ جانبا من الأخبار الواردة قبل قليل في أول رد حكومي على اغتيال سليماني والقادة في ميليشيا الحشد. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يقول إن اغتيال سليماني عدوان على العراق وخرق فاضح لشروط وجود القوات الأمريكية. أيضا الخارجية الروسية بدورها قالت إن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة صاروخية هي مغامرة من شأنها أن تزيد التوتر في المنطقة. وعقب الإعلان عن مقتل سليماني، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن العراقيين احتفلوا في الشوارع ورددوا لا سليماني بعد اليوم. أيضا السيناتور الجمهوري جيم بانكس قال إن سليماني تسبب بإصابات بالغة للجنود الأمريكيين في العراق بسبب العبوات الناسفة المصنوعة من قبل إيران. زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي تقول إن مقتل سليماني هو ضربة قاسمة لنظام الملالي في طهران. أيضا ذكرت مصادر إعلامية أن قائد فيلق القدس الإيراني كان قد زار سوريا مؤخرا، وذلك لتوجيه الميليشيات التابعة لإيران في سوريا للاستعداد لحرب محتملة مع الولايات المتحدة. لمناقشة هذه التغطية ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ حسين مرحبا بكم. أهلا وسهلا حياكم الله. أستاذ حسين، بداية كيف تابعتم مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وأيضا ثمانية من قادة ميليشيا الحشد؟ يعني هو نتيجة طبيعية لكل مسؤول عربي يمارس دورا وظيفيا لدى القوى الدولية المعادية لبلده. لا يمكن اليوم في هذا اليوم يفرح الأيتام والمظلومين وتفرح الثكالى والأرامل التي يعني دفعت ثمنا غاليا نتيجة سياسات إيران العدوانية في المنطقة. كان سليماني وحلف أن يسبحون بدماء العرب والمسلمين وخاصة في سوريا والعراق. نعم. فمثل هذا اليوم سيفرح هؤلاء جميعا، ولن يكون من مارس دورا وظيفيا ضد أمتي ومنطقتي سيكون ثائرا أو يكون مجاهدا، والذيل عمره لا يكون رأسا. لهذا السبب مقتل سليماني يفرح فيه كثير من المؤمنين وخاصة في منطقتنا العربية والإسلامية نتيجة سياسات إيران العدوانية الوظيفية لدى القوى الدولية التي أشعلت الحرائق في المنطقة. طيب أستاذ حسين، لنأتي على دراماتيكية الاستهداف، لماذا لم يتم استهداف أبو مهدي المهندس خاصة أنه ذهب إلى مطار بغداد لاستقبال سليماني، والضربة جاءت بعد أن استقبل أبو مهدي المهندس لقاسم سليماني وعودتهما عن طريق مطار بغداد الدولي؟ هنا السؤال، لماذا لم يتم استهداف أبو مهدي المهندس لوحده؟ لأن الاثنين هدف، يبدو أن الاثنين كان هدفا، وقاسم سليماني هو يعتبر الشخص الأول. يعني أبو مهدي المهندس يعتبر شخصا مهما داخل العراق، لكن على المستوى الإقليمي وعلى مستوى مشروع الممانعة بين قوسين الإيراني، المشروع الإيراني، يعتبر قاسم سليماني هو الرجل الأول. طب. فباجتماعهم في سيارة واحدة وفي مكان واحد سيكون الاستهداف سهل، ويكون النتيجة حتمية في إصابة في قتل مقتل الاثنين معا. أما لو استهدف أبو مهدي المهندس قبل استهداف سليماني، لكان سليماني يغير المسار ويغير الطريق وينجو من هذا الاستهداف. أعتقد كانت عملية يعني دقيقة جدا محبكة، ولا أشك أبدا بأن هناك تعاون أمني عراقي في هذه العملية. طيب لا وجود. نعم. لتعاون أمني عراقي في هذه العملية؟ أنا أعتقد وجود. ها، وجود. وجود تعاون أمني من قبل بعض الشخصيات أو القوات الأمنية العراقية في هذه العملية، لا يمكن أن يعرف أحد نوع السيارة، هو ليس موكب رسمي. نعم. السيارة ليست موكب رسمي. نعم. سيارة ستاركس هي سيارة عادية جدا تحمل مواطنين عاديين. توقيت دخوله وتوقيت مجيء أبو مهدي المهندس ونوع السيارة والمكان الذي استهدف به، لابد من تعاون من خلال جهات عراقية أمنية. طيب. في مقتل سنأتي على هذه الجهات. نعم. ولكن دعنا ننتقل إلى الخبر العاجل كما هو موضح في الشاشة. الخارجية الألمانية، الضربة الأمريكية على قاسم سليماني رد فعل على استفزازات إيران. تعتقد أن هذه الضربة قد تمت بدون عنصر استخباراتي أستاذ حسين؟ لا لا لا، العنصر الاستخباراتي موجود، لأنه قاسم سليماني تحركاته ولم يتحرك بطائرات رسمية، لم يدخل بفيزا، ليس شخصية يعني سياسية حتى يعرف متى يستقبل ومتى يخرج، هو يصول ويجول بدون أي فيزا، فهو حركاته جميعها سرية، هو شخصية أمنية ليس شخصية سياسية.
نوع المكان والتوقيت، كل هذا يدل على أن هناك جهدا استخباراتيا دقيقا مع القوات الأمريكية لاستهدافهم معا في هذه العجلات وفي هذا المكان. أنا لا أستبعد وجود جهات أمنية تعاونت مع القوات الأمريكية في استهدافهم. يعني وجود قاسم سليماني في العراق ليس وليد اللحظة، مو البارحة وأول البارحة، هو على مدى سنوات موجود في العراق، لكن لماذا في هذا التوقيت تحديدا أستاذ يعني حسين؟ شوف، أولا يعني هناك عدة أسباب. سبب الأول، هناك تغيرات في المنطقة تغيير التحالفات. أن يمارس دورا وظيفيا لابد أن ينتهي، هو ليس حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، هو يمارس دور وظيفي. الدور الوظيفي يبدو أن هناك تحولات في المنطقة، هناك تغيير في التحالفات، هناك تغيير في السياسات الولايات المتحدة. لاحظ انتفاضة العراق منذ 3 أشهر، يعني توجه العراق أيضا هو يعني ضد المشروع الإيراني. أعتقد 2020 هو مرحلة انتخابات قادمة في الولايات المتحدة. ترامب سيفوز بسهولة في الانتخابات القادمة بعد هذا الحدث، وخصوصا سبق مقتل البغدادي والآن قاسم سليماني، وتأثير قاسم سليماني أكثر من تأثير البغدادي في مقتله. لهذا السبب تجد اليوم الصحف العالمية، الأخبار العالمية، التفاعل الموجود، وبنفس الوقت تفاعل إيجابي. عدا إيران وحلفائها لهم رأي آخر، أما الجميع متفاعلين إيجابيا مع هذا الحدث. لاحظ الخبر العاجل اللي هسه ذكر، ألمانيا بمعنى أن نتيجة استفزازات إيران، بمعنى أنه أنتم السبب في هذه السياسة، فهذا تأييد ضمني للولايات المتحدة. نعم. طيب، أستقبل الأستاذ ياسر النجار المتخصص في شأن السوري من إسطنبول. أستاذ ياسر، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. أستاذ ياسر، كيف تابعت هذه الحادثة، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأيضا نائب هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس، كيف تابعتم هذا الخبر؟ يعني حقيقة يعني كمتخصص أرى أن ما حصل اليوم الصباح اليوم أمر ليس بالسهل. نحن نتكلم عن عملية أمنية تعتبر من أهم العمليات الأمنية مع بداية هذا القرنية. أعتقد أن مقتل قاسم سليماني وقيادات الحشد الشعبي رسالة واضحة مفادها بتقليم أظافر إيران على منحى الدول خارج مساحة إيران كدولة. لطالما فهمنا أن مجموعة ولاية الفقيه لديها مخلب يحاول أن يرسخ مفهوم الهلال الشيعي في المنطقة، وكان على رأس هذا المخلب قاسم سليماني كفيلق القدس، وأدواته هي الحشد الشعبي وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والميليشيات المتواجدة بشكل مباشر في سوريا. إذن بصراحة نحن نتكلم عن عملية أمنية، رسالة قوية صدرتها الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه إيران بأنها يجب أن ينحصر دورها داخل إيران، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تقبل بنفوذ كبير لإيران في المنطقة. لا يعني هذا الأمر أن هذا الأمر مستمر بشكل طويل، ولكن هذه الرسالة تقرأ الآن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نحن نتكلم عن نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. يعني حتى أن إيران استطاعت في الفترة الماضية أن تقول أنها الرقم واحد في العراق على المنحى السياسي، على المنحى الأحزاب، على المنحى الميليشيات والحشد الشعبي، ولكن في نهاية الأمر مثل هذه العملية الأمنية رسالة اختراق فظيعة تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على أن توصل أي رسالة في العراق وتحقق أي مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية، ولن يقف بوجهها أي نفوذ لإيران. والدليل على ذلك مقتل أهم رجل يمثل ولاية الفقيه خارج إيران. نحن نتكلم عن قاسم. أستاذ ياسر، في خبر عاجل كما وردنا الآن وكما هو موضح في الشاشة، الائتلاف الوطني السوري المعارض تقول مقتل مجرم الحرب سليماني يشكل بداية النهاية للميليشيات الطائفية. تعتقد أن بمقتل سليماني سوف تنتهي الميليشيات الطائفية، خاصة التي تحارب إلى جانب النظام السوري في سوريا؟ يعني أنا أقرأ أولا، مقتل قاسم سليماني أثره على العراق ابتداء سيكون هو الأثر الأكبر، كون أن ما يحصل الآن في الشارع العراقي هو انتفاضة ضد ما يعرف بدولة ولاية الفقيه التي تريد أن تقمع حرية الشعب العراقي في العراق، وعلى يد قاسم سليماني. الآن خلط الأوراق بمقتل قاسم سليماني سيجعل من إيران أضعف نفوذا على مستوى الميليشيات والحشد الشعبي في العراق، هذا ابتداء. أما بالنسبة لسوريا فهذا الأمر أيضا يعني هو امتداد لما يحصل في العراق. نعلم أن ميليشيات الحشد الشعبي هي التي كرست وجود المجرم بشار الأسد، وأن قاسم سليماني الذي كان حقيقة هو المتصرف
بالأفعال السياسية لدولة إيران في خارج إيران. هذا ما وجدناه عندما تم استدعاء بشار الأسد إلى ولاية الفقيه. كان هناك مشكلة ما بين الخارجية الإيرانية وجواد ظريف وما بين قاسم سليماني، أثبت من خلال قاسم سليماني أن كلمته هي الأقوى على مستوى الخارجية الإيرانية، وأن حضور بشار الأسد كان هو ملف أمني بامتياز بعيدا عن أي دبلوماسية وبعيدا عن وزارة الخارجية. إذن خلط الأوراق سيكون له أثره في العراق وفي سوريا ابتداء، وايضا سيمتد هذا الامر الى ما يعرف بمظله ولايه الفقيه والهلال الشيعي. استاذ ياسر، في خبر عاجل ايضا وردنا، الائتلاف الوطني السوري، المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الطائفيه في العراق وسوريا واليمن. هل يمكن بعد هذه العمليه، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي وتحرك المجتمع الدولي باتجاه الميليشيات الطائفيه في العراق واليمن وسوريا ولبنان وايضا في مناطق اخرى من دول المنطقه؟ يعني ما يحرك المجتمع الدولي في نهايه الامر هي بعض الدول ذات مصلحه ونفوذ مباشر. انا اتكلم الان عن الولايات المتحده الامريكيه التي ارادت ان توصل رساله الى ايران، وكانت هذه الرساله تصب في مصلحه المجتمع العربي في هذه المنطقه. اما نتكلم بشكل صريح، يعني لا المجتمع الدولي ولا الولايات المتحده الامريكيه هي جمعيات خيريه، في نهايه المطاف هي عمليه تجاذب. ايضا نعلم ان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد أن تغير النظام، هذا على لسان سياسية، لا تريد تغيير النظام في إيران ولكن تريد أن تقلل من أظافره. لذلك ليس البعد هو البعد الإنساني أو بعد حقوق الإنسان أو البعد الحالة الإنسانية لما يحصل في سوريا والعراق، وإنما هو البعد بعد مصلحي وتجاذب المصالح. لذلك وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان هناك اعتداء على بعض على يعني شخص واحد مدني يمثلها في الأراضي العراقية، كان هذا الرد الشديد. أراد ترامب أن يوصل رسالة مفادها أنه ليس أوباما في الفترة الماضية، وأن ترامب في زمنه الولايات المتحدة الأمريكية سيكون ردها بشكل أقوى وكبير، ولكن وجدنا أن هذا الأمر فقط بما يتعلق بمواطن أمريكي. أما في حال مئات القتلى من السوريين من الأطفال والنساء أو حتى من العراق، فلا نوجد أي صدى ولا نوجد أي أثر للمجتمع الدولي. لذلك لا نعول كثيرا، وإنما نستفيد من تقاطع المصالح على مستوى المجتمع. أستاذ ياسر، يرجى أن تبقى معنا. سأذهب إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، أول رد حكومي على اغتيال قاسم سليماني، قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عملية الاغتيال كما وصفها هو خرق فاضح لشروط وجود القوات الأمريكية على حد تعبيره. صحيح هذا التصريح؟ يعني إذا أخذناه من زاوية بأنه وجود القوات الأمريكية تم باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي عقدت في عام 2008 بين باراك أوباما وبين نور المالكي، تعتقد ذلك؟ يعني شوف، أولا هو رئيس الوزراء لا المستقيل أو المقال لا يستطيع أن يتكلم عن قضية المعاهدة الأمنية، لأنها ليست من صلاحيات، هو مقال، هو فقط تصريف أعمال. طيب، هذه للاستهلاك المحلي والداخلي. اليوم الحكومة العراقية ليست لها رأس واحد. أنا تابعت التصريحات، تصريحات رئاسة الجمهورية مختلفة عن تصريحات رئاسة الوزراء. طيب، تصريحات رئاسة البرلمان مختلفة. اليوم اللي يتكلم عن القوات الأمريكية وجودها في العراق، هناك كتلة اسمها الكتلة الأكبر، بدل ما شغلة نفسها منذ أشهر في تسمية من هو رئيس الوزراء، لو كانت جادة في مغادرة القوات الأمريكية لكان تقدمت بمشروع إلى البرلمان لإنهاء المعاهدة الأمنية وإنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق منذ ثلاثة أشهر، أو وبالأحرى منذ قبل هذا الأمر. نعم. ومعهم سائرون أيضا. وهم يكفي لإنهاء المعاهدة. نعم. من ناحية قانونية لم يتقدم أحد بهم إلى هذا المشروع. طيب، فقط يزايدون على الآخرين أنه أنتم تريدون أمريكان، ولا خلا يريد الأمريكان، والأمريكان سوف نقتلهم ويغادرون. القصة وما فيها هو للاستهلاك المحلي. جميع هذه التصريحات اليوم الحكومة العراقية وأتباعها جميعهم يترقبون ما الذي سيحدث اليوم مساء أو غدا صباحا، وأثناء الضربة الجميع دخل في حالة رعب. يعني هو وصف قاسم سليماني شخصيات قيادية من بلد، وصفه بالشقيق على الأرض العراقية. بالتأكيد، يعني سيد عادل عبد المهدي وجزء من المجلس الأعلى الذي كان يقاتل العراق في إيران.
فلا يمكن أن يصدر منهم مثل هذا التصريح إلا مثل هذا التصريح، وإضافة لموقعه كرئيس وزراء ومن المجلس الأعلى ومن الكتلة الحاكمة، فلا يصح إلا مثل هذه التصريحات. ولكن هذه التصريحات ما عادت تنفع الشعب العراقي، فرح جدا وخصوصا الأيتام والمناطق المدمرة بهذا الحدث الكبير. وإن كان هذا الحدث لا يوقف سياسة إيران التوسعية والعدوانية ما لم يسقط النظام. إذن مقتل قاسم سليماني لا يكفي، ومقتل أبو مهدي المهندس لا يكفي لإيقاف هذه السياسة التوسعية وإشعال الحرائق. لا بد من إسقاط النظام، ومثل ما يعني ذكر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بأنه هي بداية لإسقاط النظام، نتمنى ذلك. بدون إسقاط النظام سيبقى تبقى إيران تشعل الحرائق. وأعتقد أنا أعتقد بعد هذا الحادث رد إيران، لن تجرأ إيران على الرد المباشر على الولايات المتحدة الذي يتابع سياسة إيران منذ عام 1979 إلى الآن، هي لم تستطع ردا مباشرا. سنبحث موضوع الرد مع الأستاذ ياسر النجار. أستاذ ياسر، كيف تتوقعون الرد من قبل إيران، خاصة أنها يعني علي خامنئي المرشد الإيراني علي خامنئي يعني قال بما مضمونه أن ستكون هناك رد من قبل إيران على المصالح الأمريكية في المنطقة، كيف نتوقع الرد خلال الأيام ربما الساعات القادمة إن صح تعبير علي خامنئي؟ يعني بتصوري هذه العملية الأمنية بمقتل قاسم سليماني أوصلت رسالة مفادها أن لدى أمريكا شجرة أهداف هامة جدا تستطيع بأي لحظة أن تستثمرها ضد ما يعرف بدولة ولاية الفقيه. لذلك أنا بتصوري سيعد على الأصابع خامنئي الكثير قبل أن يتصرف بأي تصرف. هو في نهاية المطاف لا يريد أن يدخل في معركة صفرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كونه يعلم أنه لا يستطيع أن يقف بمواجهتها. سيكون هناك ضغوطات سياسية باتجاه ترامب من قبل الحزب الديمقراطي، وسيكون هناك أيضا ضغوطات شعبية من قبل الحاضنة ما يعرف بحاضنة ولاية الفقيه ضمن إيران. ولكن في نهاية الأمر أنا لا أتوقع أن يكون هناك عملية، كون أن ما سيحصل هو عمليات أمنية وليست مواجهة بشكل مباشر، أي أن إيران فيما إذا كانت لديها شجرة أهداف أمنية تستطيع أن تقوم بها في المنطقة حصرا، أنا لا أتكلم ضمن الولايات المتحدة الأمريكية ولا في مناطق نفوذ الولايات خارج هذه المنطقة. لذلك أنا بتصور فيما إذا لم تكن لإيران يعني شجرة أهداف قوية أمنيا، فهي لا تستطيع أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. ودولة ولاية الفقيه وخامنئي لا يريد أن يصل إلى معركة مفتوحة، كونه يعلم أنه سيكون هو الخاسر الأكبر، وهو لا يريد في نهاية المطاف إلا أن يتمدد في هذه المنطقة في ظل تغافل وتقاعس المجتمع الدولي. سنبحث معكم بعد قليل، أعود إليك على تصريح للخارجية الروسية. روسيا يعني لديها نفوذ عسكري قوي داخل سوريا، ولكن أنتقل إلى ضيفي الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، لو أخذنا تصريحات جون بولتون يقول نأمل بأن تكون عملية تصفية قاسم سليماني خطوة لتغيير النظام، طيب شلون يكون خطوة لتغيير النظام وخامنئي عين إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري؟ يعني راح واحد يجا واحد، ماكو أي تغيير؟ لا الأمر مختلف. اليوم تغيير النظام في إيران أسهل ما يكون على الولايات المتحدة وأسهل ما يكون على المجتمع الدولي، فقط يدعمون القوى المعارضة داخل إيران، فقط يكفي لإسقاط هذا النظام المتآكل. هذا النظام سقط معنويا وسياسيا لدى المجتمع العربي والإسلامي. اليوم لديه معارضة متعددة متنوعة، لديه معارضة عسكرية اللي متمثلة بمجاهدي خلق، لديه معارضة سياسية، لديه معارضة مجتمعية، لديه معارضة شعبية. واسعة. الشعوب الإيرانية، إيران ليست شعبا واحدا، مجموعة الشعوب الإيرانية جميعها مختلفة مع النظام وتعارضه، وقد لاحظنا المظاهرات الأخيرة في إيران. هذه المظاهرات وهذه المعارضة لو وجدت دعما دوليا لأسقطت هذا النظام خلال أيام فقط. إذن تغيير النظام ليس بالصعب، لكن هل مصلحة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الآن بدأت يعني مستعدة لتغيير النظام بمعنى انتهى هذا النظام الوظيفي؟ أنا أعتقد هذا النظام سقط، هذا النظام سقط، لم ولن يستطيع تصدير الثورة. تصور أن الشعب العراقي اليوم
من الوسط والجنوب يخرج مظاهرات، ولأول مرة في تاريخ العراق منذ 3 أشهر، بل أكثر، تجاوز 3 أشهر، دخلنا في الشهر الرابع، وهو يرفض المشروع الإيراني. عندما يرفض المشروع الإيراني في العراق وتحديدا في هذه المنطقة، فتأكد أن المشروع الإيراني سقط. طيب، إذا هو مرفوض داخل إيران ومرفوض في العراق، كيف ستقبله اليمن؟ كيف يقبله الأردن؟ كيف تقبله بقية الدول؟ نعم، هذا نعم. النظام آيل للسقوط. طيب، فكلام بولتون نعم إن كان جادين. سأعود إليك في مسألة هل سيزداد النفوذ أكثر داخل العراق والمنطقة العربية بعد اغتيال قاسم سليماني. أستاذ ياسر، الخارجية الروسية قالت أن مقتل سليماني بضربة صاروخية أمريكية وصفته بالمغامرة من شأنها أن تزيد التوتر في المنطقة. هل يعني أصاب القوات الميليشيات الطائفية الموجودة في سوريا بعض الإرباك من قتل قاسم سليماني بضربة أمريكية؟ يعني نحن نتكلم في نهاية المطاف، هذه الميليشيات تدار بطريقتين. الطريقة الأولى هي المرجعية العقدية على أنها تمثل يعني جنود الحسين، ويحاول الاستثمار على من خلال تغييب العقول ويعني مسح العقول، ومن ناحية أخرى هي طريقة من خلال الارتزاق، يعني يقدم لهم الأموال من أجل أن يكونوا متواجدين في هذه المنطقة. طوال الفترات الماضية كان هناك استباحة من قبل الحشد الشعبي لهذه المنطقة على منحى الشعوب، أنا أتكلم في سوريا في العراق على وجه التحديد. لذلك أنا بتصوري الآن هي أول ضربة، وكانت ضربة كما يقال على الرأس، ستكون ضربة موجعة بالنسبة للتنظيم هذا أو هذه التنظيمات، وستكون لديها مشكلة في عملية استعادة أو زرع الثقة من جديد في عناصرها. ولكن بتصوري في نهاية المطاف هي مجموعات مرتزقة. أستاذ ياسر، حتى مع تعيين قائد جديد للفيلق القدس؟ حتى مع التعيين أن يتم، أمر طبيعي أن يتم تعيين قائد يعني من جديد. نحن نتكلم عن مؤسسة عسكرية في نهاية المطاف. الحرس الثوري هو مؤسسة وليس فقط عصابة، هو مؤسسة ليقوم بدور العصابة مرعية من قبل دولة ذات اقتصاد ليست بالقليل ولديها موارد نفطية في العراق سخرت لها وفي إيران أيضا تسخر لها. ولكن في نهاية المطاف لنقول بصراحة، هذه الرسالة ليست فقط على منحى أن قاسم سليمان هو الشخص الأسطوري الذي كان يقوم بكل هذه العمليات، وإنما هي رسالة واضحة وقوية إلى قيادة مشروع تصدير الثورة الإيرانية في الإيران، الذين سيكون لديهم دور يعني كمون الآن في محاولة امتصاص هذه الصدمة. أنا كما تكلمت، فيما إذا كان لديهم ردود أفعال هي ردود أفعال أمنية ومحدودة، ولكن لن يكون لديهم ردة فعل كبيرة كونهم لا يعلمون مدى الاختراق الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منظوماتهم. الدليل استهداف أكبر شخصية وفي المساحة التي ذات نفوذ إيراني. نحن نتكلم عن مطار يقع تحت النفوذ الإيراني، ونتكلم عن بغداد التي هي أيضا تحت النفوذ أمنيا إيران، وفي نهاية الأمر كانت هناك عملية أمنية بسيطة أودت بحياة هذا يعني سليماني ومن معه. إذن نحن نتكلم عن اختراقات أمنية وإمكانيات مهولة أمنية تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية، لا تعلم إيران ولا تعلم دولة العراق الفقيه كم هو حجم الاختراقات التي يمكن أن تشكل عبئا لها. هي بغنى على أن يكون لديها عمليات متتالية ومتوالية كونها ستقسم يعني من إمكانياتها على المنحى خارج. ولكن كما ذكر، الولايات المتحدة الأمريكية تقلم أظافر إيران في الخارج، ولكنها لا تقطع أيديها في الخارج، والدليل وجود حزب الله في إيران في لبنان، ووجود بقايا ما يعرف بالميليشيات الشيعية في سوريا. طيب، ووجود هذا الحشد في العراق. أستاذ ياسر، سأعود إليك ولكن أنتقل إلى الأستاذ حسين. أستاذ حسين، النفوذ الإيراني في العراق كان بعد عام 2003، لكن بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس سيزداد أكثر النفوذ في العراق والمنطقة؟ ربما ستكون هناك انتشار أكثر بشكل صريح وواضح في مثلا مناطق بغداد والمحافظات للنفوذ الإيراني بأعلام مكشوفة وواضحة للجميع بصور يعني بارزة في المشهد العراقي؟ شوف، المعروف عن إيران أنه هذه الضربة إذا ما قرر المجتمع الدولي إسقاط النظام، سيكون رد الإيراني على المجتمع، على الدول العربية المجاورة لإيران وخصوصا في العراق. ولهذا السبب هي فرصة للمجتمع الدولي وتحديد الولايات المتحدة لإسقاط هذا النظام وإنهاء دوره. اليوم الشعب العراقي جاهزا مستعدا لإنهاء هذا المشروع، بدليل هذه التظاهرات، بدليل هذه المناطق المدمرة، يعني
كل الأرضية جاهزة لإنهاء دور هذا النظام. لكن إذا اكتفت الولايات المتحدة بمقتل سليماني وتركت الأمر، أعتقد ستكون هناك ردات فعل انتقامية من قبل إيران على المنطقة، لأن إيران لا تجرأ على الرد المباشر على الولايات المتحدة، فستبدأ باستهداف المنطقة بحجة هؤلاء المشروع الأمريكي وعملاء أمريكا وإلى آخره من هذه الشعارات، أو متآمرين ضد ولاية الفقيه. كل هذا نحن ندرك أنه إيران غير مستعدة للرد المباشر على الولايات المتحدة، فأعتقد سيكون لها دورا انتقاميا في المنطقة ما لم يستثمر المجتمع الدولي وتحديد الولايات المتحدة الأرضية في العراق وفي المنطقة العربية لإنهاء دور إيران في المنطقة. طيب، وهو آيل للسقوط. أستاذ ياسر، القاسم سليماني كما تتحدث الأخبار هو مهندس التغيير الديموغرافي في ريف دمشق، وأيضا هو المسؤول عن عمليات التهجير في سوريا. تعتقد أن الغارات الأمريكية سوف تستهدف الميليشيات المتعددة الموجودة داخل سوريا هذه المرة؟ طبعا إرهاب قاسم سليماني من خلال ما يرى فيلق القدس وإشرافه بشكل مباشر على الميليشيات الإيرانية المتواجدة، يعني الميليشيات الطائفية المتواجدة في سوريا، هذا أمر لا يخفى على أحد، ووجدنا هذا الأمر بشكل مباشر عندما كانت هناك صور لقاسم سليماني وهو يحتفل بعد سيطرته على حلب من خلال الميليشيات الإيرانية بعد دخوله في مناطق الغوطة. إذا نحن نتكلم عن شخص موجود على قوائم الإرهاب، الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمكانية أن تصل إليه بأي لحظة، ولكن خبأت هذا الهدف إلى هذه اللحظة من أجل استثمارها سياسيا واستثمارها على المنحى الأمني. لذلك أنا بتصوري قاسم سليماني هو يعني يحمل شفرة للتعامل ما بين كل هذه الميليشيات، وهو الذي يعرف ماذا تريد دولة ولاية الفقيه من تواجد هذه الميليشيات، وهو الذي يسيرها في هذه المنطقة. لذلك وجدنا أن كل العمليات التي يعني التي استهدفت المدنيين في سوريا والتي استهدفت أطفال سوريا مسؤول عنها قاسم سليماني مسؤولية مباشرة، وهذا ما وجدناه من ردود الأفعال للسوريين اليوم، يعني منذ الصباح الباكر نحن نتكلم عن الساعة 4:30 تقريبا، وحتى الآن لا تقف يعني التغريدات ولا تقف الصور التي تتكلم عن أن الله عز وجل شفى غليل أمهات السكالى والأيتام والأرامل في مقتل سليمان الذي تسبب بقتل أزواجهم وأولادهم وأطفالهم. في نهاية الأمر نحن نعتقد أن قاسم سليماني سيشكل إرباكا في بداية الأمر على هذه الميليشيات الطائفية، وإذا ما أراد المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية أن يقطع هذه الأواصل في هذه المناطق لفعلها من زمان، من أجل أننا وجدنا أن استهداف قاسم سليماني كان أمر يعني مدبر له ولم يعني وكان سريع جدا لردة اقتحام السفارة الأمريكية. إذن هذا الهدف موجود لديهم وهو مرصود، ولديهم إمكانية لقتله منذ فترة، ولكن قتله كان من أجل رسالة لاقتحام السفارة الأمريكية وليس من أجل الاقتصاص من المجرم الذي قتل الأطفال والذي دمر الاقتصاد العراقي والذي قتل يعني كان وراء استهداف المدنيين العراقيين الذين تظاهروا بشكل سلمي. إذن نحن نتكلم عن إرادة الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مصالحها التي قد تتقاطع مع مصالح الشعوب في هذه المنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشر واضح. نحن نتكلم عن تقليم لأدوات إيران في الخارج وليس على قطع إمكانية وجود إيران في الخارج. نعم أستاذ ياسر، يعني مصادر إعلامية تتحدث أن سليماني زار سوريا مؤخرا لتوجيه الميليشيات التابعة لإيران للاستعداد لحرب محتملة مع الولايات المتحدة. سنبحث هذا الأمر، ولكن سأذهب إلى الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، صحيفة عربية كشفت اليوم الجمعة عن إغلاق ميليشيات مسلحة مقراتها في بغداد، وذلك خوفا من الاستهداف. المناطق هي في الجادرية، في الكرادة، في العرصات، في شارع فلسطين في بغداد. الميليشيات اللي أغلقت مقراتها هي عصائب أهل الحاق، بدر، النوجباء، كتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله في منطقة الجادرية. ما ظل أحد، كلهم لا، وأكو خبر يقول لك أن بعض زعماء الميليشيات سافروا إلى إيران أو المناطق الجنوبية على اعتبار أن بغداد لم تعد آمنة، منطقة آمنة. بالأرجح تفضل سيد العزيز. نعم، اليوم أعتقد أنا يعني هذا ما أعتقده، أن الولايات المتحدة مصرة على تحقيق التغيير في العراق أكثر مما يعني مصر على التحقيق في سوريا. التغيير قادم في العراق، لأنه الأرضية في العراق هي جاهزة للتغيير. نعم،
الميليشيات والحشد وكتلة البناء وإلى غيره أساءوا إساءة كبيرة جدا للعراق تحديدا وللمنطقة، أشعلوا فيها الحرائق. اليوم يتصورون أن دورهم الوظيفي هو يعتبر دورا جهاديا تحرريا ويستطيعون مواجهة الولايات المتحدة، هم لا يعلمون أنه الكنترول بيد الولايات المتحدة. اليوم الأرض والسماء العراقية مسيطر عليها كاملة بيد الولايات المتحدة. أين كان هذا الدور الذي بنيته من قبل 10 سنوات بفجأة بلحظة واحدة؟ أغلقت المقرات ومنهم ارتدد طبعا الدشداشة أكيد يعني الزي المدني وغادر. هذا الأمر طبيعي جدا. الولايات المتحدة صاحبة النفوذ الأكبر في العراق، لكن هي من أعطت لإيران دورا وظيفيا لتدمير العراق ولتمزيقه وقتل أبنائه، ويعني هذا الدور القدر السلبي الذي مارسته إيران. طيب. بمعنى أنه إيران ليست دولة تحرر ولا سليماني رجلا مجاهدا، وبغض النظر عن نوايا من قتله، لكن يبقى بمقتله فرح كثير من العراقيين والعالم. طيب. العربي والإسلامي. أنا استقبل الدكتور طارق شندب الناشط والمحامي الدولي من لبنان. دكتور طارق مرحبا بكم. حياك الله دكتور. نحن نناقش الآن تداعيات وأيضا قبلها الأسباب، ناقشناها حول مقتل زعيم ميليشيا قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري، وأيضا نائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس. لكن تعتقد تداعياتها ستؤثر على حزب الله اللبناني في لبنان في بيروت؟ أولا يعني لابد أن نعترف أن هؤلاء الذين قتلوا اليوم هم من أوغلوا قتلا وتشريدا بحق المسلمين في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وهم من شردوا الملايين وقتلوا الآلاف بطابع طائفي مقيت، والآن انتهى دورهم كما أعتقد، لأن أمريكا كانت تغطيهم في فترة من الفترات. أعتقد أنهم متورطون كذلك هذا الفيلق وغيره باغتيال رئيس حكومة لبنان والضباط والوزراء والنواب، عندما شهدنا فترة اغتيالات متتالية في بيروت، وهذا المحور كان يتفاخر بأنه يسيطر على تلك العواصم العربية. كل العرب اليوم أعتقد الشرفاء فرحين بهؤلاء القتلة، وإن كان من قتلهم يمثل ما يمثل. أعتقد المنطقة سوف تشهد تداعيات عديدة. أمريكا استعملت الميليشيات الإيرانية مطولا، أعتقد اختلفوا الآن على بعض المكاسب، والمنطقة حبلى بالتطورات، ولكن الذي نؤكده أن هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا هم قتلة، وهم أوغلوا سفكا وقتلا بدماء المسلمين. طيب دعني أنتقل دكتور طارق إلى الأستاذ ياسر، ومن ثم أنتقل إلى أستاذ حسين، ومن ثم أعود إليك إن شاء الله. أستاذ ياسر، بسؤالي الأخير لحضرتك، الاستهداف كان مدبر قبل الضربة الأمريكية اللي طالت 3 مقرات للحشد في العراق، في القائم تحديدا في العراق، ومقرين في سوريا، أم أنه جاءت هذه الضربة كرد فعل على الاستهداف القوات الأمريكية في قاعدة كيوان في كركوك؟ يعني الاستهداف تم يعني كرد فعل أم كان مدبرا قبل هذا الاستهداف؟ كما ذكرت منذ البداية أن هناك شجرة أهداف أمنية تتمتع بها CIA أو الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الدول أماكن النفوذ لديها، وأنا أتكلم عن منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. أنا بتصوري وجود قاسم سليمان أو إمكانية قتله هذا أمر يعني يمكن أن يكون في أي لحظة، هذا ما أثبتته الوقائع، ولكن استهداف السفارة الأمريكية كان لابد من رد مباشر من قبل ترامب، كونه شعر بأن الموضوع يعني يستهدفه بشكل شخصي، وهذا ما وجدناه بالتغريدة التي غرد بها ترامب، أنه قال أنه لا يحذر وإنما يهدد إيران، وأعرب يعني وجه الاتهام بشكل مباشر إلى إيران بمسؤوليتها عن عملية حرق السفارة والاقتحام هذا الذي تم. لذلك أنا بتصوري الرسالة كانت واضحة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع بأي لحظة أن تسدد الضربات باتجاه إيران، وأن على إيران كسياسة تتمتع بنفوذ بالمنطقة سمحت لها الإدارة الأمريكية السابقة، تستطيع هذه الإدارة الحالية أن تسحب منها كل هذه الصلاحيات بأي لحظة. لذلك أنا بتصوري هي الرسالة مفادها أن على إيران أن تقوم بدور
المحور السلبي المواجه للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ضمن سقف مسموح لها به. هذا ما سيسمح لها، يعني سيظهر لنا في الأيام القادمة. ستمتص إيران وسيكون هناك مزودات على مستوى التصريحات، ولكن في نهاية الأمر ستقبل إيران أن يكون لها الدور الوظيفي المنوط بها ضمن سقف تحدده لها الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية الحالية. ليس فقط الأمر مرهون بفترة انتخابات للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسوس كل هذه الأمور، وعلى إيران أن تفهم أنها لا تستطيع أن تتجاوز الحدود المسموح لها بها في هذه المنطقة على وجه التحديد. أنا أشكرك أستاذ ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري، حدثنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم. أستاذ حسين السبعاوي، هادي العامري يعني يدعو القوى الوطنية لتوحيد الصفوف من أجل إخراج القوات الأجنبية من العراق. طيب، مو فترة من الفترات قالوا ذولا أصدقائنا وذولا محررين من نظام دكتاتورية صدام؟ يعني شوف، هو هاي الازدواجية ويعني ما يميز إيران وحلفائها أنه يتلاعبون بالمصطلحات. كلمة المقاومة أصبحت الناس تشمئز منها. موضوع القدس، طريقة من النجف، طريقة من البصرة، طريقة من بيروت، طريقة أصبحت الناس تشمئز منها. نعم. القوى الآن دخلونا على موضوع القوى الوطنية، كيف يتكلم عن قوى وطنية وهو ما جاء إلى العراق إلا على ظهر دبابة أمريكية؟ هل الموضوع الوطنية يعني يتغير معناها الاصطلاحي ما بين ليلة وضحاها؟ الموضوع المصطلح الوطنية ثابت التعريف الاصطلاحي، لا يمكن أن يتغير بين ليلة وضحاها، وليس معناها محصورا بيد سياسي. هاي طيب، بس بالمناسبه طيب بس نعم. بس انتقل الى هذا الخبر العاجل. صحيفه نيويورك تايمز، سامر عبد الله مسؤول جهاز العمليات في حزب الله اللبناني وصهر عماد مغنيه قتل في الغاره الى جانب سليماني. دكتور طارق، كيف يمكن التعليق على هذا الخبر العاجل؟ اكيد هؤلاء العصابه الارهابيه الواحده الممتده من بيروت الى بغداد، هؤلاء دائما يجتمعون ويخططون لذبح الشعب العربي والشعب المسلم في كل المناطق الإسلامية والعربية. أعتقد أن دماء الشهداء الذين سقطوا بفعل تفجيرات حزب الله في لبنان، أن دماء ودعاء السكالة في سوريا في الغوطة في إدلب اليوم فرحين بهذا المقتل هؤلاء الإرهابيين، هذه العصابة الإرهابية الممتدة كما قلت لك من بيروت إلى سوريا إلى بغداد إلى الموصل إلى اليمن، هم من سفكوا دماء المسلمين وجعلوا كل المسلمين الآن يفرحون بهذا الاستهداف. هذا يعني نحن من عادتنا كمسلمين ألا نشمت، ولكن هؤلاء أوغلوا قتلا في دماء العراقيين في دماء المسلمين في كل المناطق العربية، وبالتالي هذه العصابات الإرهابية التي سكتت عنها أمريكا طويلا أعتقد أنه جاء الآن وقت حسابها، وهم اختلفوا مع الأمريكان على المصالح كما أقول لك، ولا زالوا حتى هذه اللحظة يغلون قتلا بدماء المسلمين في سوريا. عليهم أن يعلموا حقيقة أن الشعوب العربية لن تسكت أبدا، وإن كان هناك الآن فترة يعني هبوط للأمة، ولكن انتقم الله من الظالم بأدوات أخرى. طيب دكتور طارق، أنا بس أريد تعقيبك على، تعتقد الرد الإيراني سيكون عبر ميليشيا حزب الله في لبنان المتوغلة في سوريا وفي اليمن وفي العراق؟ بمعنى، هل سيشارك حسن نصر الله في آلية الرد، خاصة أن هناك استنفارا لجميع الميليشيات الموجودة على الأراضي العراقية؟ تعتقد حسن نصر الله سيشارك في عملية الرد؟ هم تلك الميليشيات الصفوية جاءت وذبحت العرب لحماية أمريكية، هم لن يجرؤوا على أن يردوا أي رد. أعتقد هم جاءوا إلى العراق بالدبابات الأمريكية، وهم عاشوا إجراما في سوريا بغطاء أمريكي جوي، وهم عاشوا إجراما في اليمن وفي لبنان تفجيرا وقتلا دون أن يتحرك العالم. هم أصلا صناعة الغرب، وأعتقد أنهم لن يستطيعوا أن يردوا سوى بالثوبرات. ونأمل أن يحفظ الله كل العرب والمسلمين من شر تلك الميليشيات. طيب، انتقل الى الاستاذ حسين السبعاوي. استاذ حسين، المرشح الديمقراطي للانتخابات الامريكيه جو بايدن يقول او يتوقع نزاعا هائلا في الشرق الاوسط بعد عمليه مقتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.
شلون ممكن نصور هذا النزاع وبين من ومن؟ يعني أولا أنا لا أعتقد سيكون هناك حرب مباشرة في الوقت القريب العاجل. طيب. استهداف قاسم سليماني هي خطوة يعني تحتاجها الولايات المتحدة، لأنه كما ذكرت لك أنه رئيس ترامب لديه مشكلة أزمة في داخل الولايات المتحدة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين وموضوع المحاكمة وإلى آخره، هناك انتخابات قادمة، هناك اعتداء على السفارة الأمريكية، فلا بد أن يكون ردا مباشرا على إيران وأذرعها في المنطقة. وقد حقق ترامب بهذا يعني نصرا يعني مؤقتا في وقت يعني يحتاج هذا النصر. طيب. أما هل تكون هناك مباشرة يعني حرب مفتوحة؟ حرب مباشرة؟ لا لا، هناك ستبقى حرب بالوكالة. الحرب على أي أرض؟ على أي أرض؟ على الأرض العربية وتحديدا على منطقة الخليج وسوريا والعراق. هذه هي المنطقة إضافة لليمن طبعا. هذه المنطقة هي التي ستكون يمارس عليها دور حرب الوكالة. الولايات المتحدة ما زالت لحد هذه اللحظة هي لا تعتبر إيران كدولة كبيرة وتستطيع مواجهتها. اليوم الولايات المتحدة تفكر في الصين وروسيا، لا تفكر بهؤلاء. يعني احنا يعني الإعلام أعطاهم كبير ونفقهم أكثر مما يستحقون. إيران دولة من عالم الثالث متآكلة منتهية من الداخل، اقتصادها منتهي، كل شيء فيها منتهي. قصدي الحرب الوكالة ما زالت مستمرة، والمجتمع الدولي لحد هذه اللحظة هو غير جاد على المواجهة المباشرة، لا يريد مواجهة مباشرة. أكو تكتيك متغير؟ أعتقد ميليشيات إيران وأذرعها في المنطقة ستمارس دور إما في قضايا المضائق وحجز السفن، وهذا معلوم تعرفونه، تفجيرات في بعض السفارات أو في بعض الدول العربية، اغتيالات لبعض الشخصيات، إثارة فوضى في مناطق، مظاهرات بيسمونها مليونية، لا يوجد مليونية، وحتى طلعوا مظاهرات بالأخير إلا بثمن. طيب. وشفناها كيف. طيب. فإذا أعتقد هي الحرب بالوكالة ما زالت مستمرة. طيب. لحد هذه اللحظة. دكتور طارق، في خبر عاجل وردنا تواً، ميليشيا حزب الله نفت سقوط قتلى من عناصرها في الغارة الأمريكية التي قتلت سليماني وأبو مهدي المهندس. لماذا تتستر ميليشيا حزب الله على قتلاها في هذه الغارة دكتور طارق؟ دكتور هل أنت معنا؟ ربما فقدنا الاتصال بالدكتور طارق شندب، على أي حال نشكره. شكرا دكتور طارق، هل تسمعني؟ دكتور هل تسمعني دكتور طارق؟ يعني ربما الاتصال يكون غير مؤمن بما فيه الكفاية. أستاذ حسين السبعاوي، هناك نفي من حزب الله على أنه لا وجود لقتلى في هذه الغارة الأمريكية. يعني هناك معلومات تتحدث عن سامر عبد الله مسؤول جهاز العمليات في الخارجية في ميليشيا حزب الله، وهو صهر عماد مغنية. لماذا هذا التستر على عدد القتلى إذا كان هناك يعني الأخبار المتواترة من هناك بأنه قاسم سليماني مع أبو مهدي المهندس وثمانية من قيادات الميليشيات قد قتلوا في هذه الغارة؟ لماذا هذا التستر؟ هم يريدون أن يقولوا أنه إحنا لا وجود لنا في العراق. هو والشعب العراقي وعموم المنطقة تعرف أنه حزب الله، الميليشيات العراقية، شبيحة بشار، الحوثي إلى آخره، كل هؤلاء هم ضمن حلف الرذيلة اللي تديرهم إيران. طيب. يريدوا يثبتون للعالم بأنهم غير موجودين. لا، أنتم موجودين، وكوثراني قبل كم يوم كان موجود، وتعملون ضمن خطة ولاية الفقيه لتدمير المنطقة، ويرأسكم يعني لا تستطيع أن يعني تخطو خطوة واحدة إلى الأمام بدون ولاية الفقيه، وهي تبعية دينية. فيريد أن يقولوا بأنه غير موجودين ونحن لا علاقة لنا في المشهد العراقي. لا، أنتم موجودين في المشهد العراقي، وإن لم يكن حتى موجودين ضمن القتلى، فالشعب العراقي يدرك ما هو دور حزب الله سواء في سوريا أم في العراق. اليوم حزب الله يعتبر، واحنا لاحظنا زيارة كوثراني الأخيرة اللي يتكلم عن الشأن العراقي وكأنما هذه الدولة الكبيرة ذات التاريخ الحضاري اللي عمره أكثر من 7000 عام. حزب الله يتكلم عن تشكيل حكومة عراقية ودور المشهد السياسي في العراق. من هو حزب الله حتى يتكلم عن الشأن العراقي؟ أنا أعتقد هذا الحلف اللي أطلق عليه عادة ما أسميه حلف الرذيلة، حلف الرذيلة عادة ما يكون مجتمع سواء في هذه الحدث أم في أحداث سوريا أم في أي مكان آخر، هم جميعهم أعداء الشعوب، يأتمرون بولاية الفقيه، وأعتقد مرحلتهم بدأت تتلاشى وتنتهي. طيب. شيئا فشيئا، ومرحلتهم ليست تنتهي من إيران أو المجتمع الدولي، ما لم ترفضهم الشعوب العربية لن تنتهي مرحلة، لازم شعوب عربية. لهذا السبب الشعب العراقي هو يعتبر أول من يرفض المشروع الإيراني وقد حقق ذلك. طيب. في ثمانية القرن الماضي والآن. طيب.
قبل لا أنتقل إلى الخبر العاجل، أتقدم بشكر الجزيل إلى الدكتور طارق شندب، ناشط ومحامي دولي من طرابلس في لبنان. في الخبر العاجل، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: لا سليماني بعد اليوم في العراق، والمتظاهرون يريدون الحرية والخلاص من نفوذ إيران. لا سليماني، زين اذا اجى بديل عن سليماني؟ لا لا، الرساله يعني واضحه يا طيب. وزاره الخارجيه الامريكيه طيب. معناها لا سليمان، معناها لا نفوذ، لا نفوذ هذا واحد. تماما طيب. هذا واحد. ثانيا، لا توجد دوله كهنوتيه بعد من الان. اليوم الولايات المتحده، الشعب العراقي اثبت انه هو مجتمع مدني يريد دولة مدنية بعيدة عن الكهنوت وبعيدة عن ولاية الفقيه، وننتظر الخطبة الجمعة وماذا قال وكيف ينظم تشكيل حكومة. طيب. هذا الأمر ما عاد يقبل. لهذا السبب نقول أنه الشعوب عليها هي أول من ترفض، ثم يأتيها الدعم الدولي، ثم تسقط الأذرع الخارجية عنها ما لم ترفض الشعوب. اليوم الشعب العراقي رفض مشروع إيران زين. فلهذا سبب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي: لولا المظاهرات العراقية، كل هذا يعود إلى فضل هؤلاء الشباب العراقيين المتظاهرين منذ أكثر من 3 أشهر، هذا كله يعود إلى دور هؤلاء الشباب، وخاصة بعد يعني ضبط أعصابهم وممارستهم السلمية على أفضل وجه. كل هذا جعل هناك صورة لدى الشعب العراقي بأنه يرفض المشروع الإيراني داخل العراق. طيب. فلهذا سبب هناك دعم طيب، ولهذا يتصرح بأنه لا سليماني بعد اليوم. مريم رجوي تقول إن مقتل سليماني ضربة قاسمة لنظام الملالي في طهران. طيب. تعتقد بأن هناك ستكون تظاهرات كالتي حدثت مؤخرا في إيران، والتي راح ضحيتها المئات من المتظاهرين الإيرانيين واعتقال الآلاف، تعتقد سيعيد الشعب الإيراني تجربته في مسألة الثورات والانتفاضات؟ أنا أعتقد أمر آخر. شوف، الشعب الإيراني هو رافضا لهذا النظام، وخرج عدة مظاهرات والمجتمع الدولي تخلى عنه، لكن أنا أعتقد مظاهرات من أتباع خامنئي في إيران ضد السفارة الأمريكية، وممكن اختطاف أو خطف بعض الشخصيات، ونعود إلى عام 1979 عندما خطف الرهائن الأمريكان، إذا تذكرون هذه القصة، وبدأت إيران تلعب بهذه اللعبة. طيب. إيران لا تدرك أنها في تلك الفترة كانت في بداية النظام، والمجتمع الدولي يحتاج كممارسة وظيفية. الآن الأمر اختلف، الآن يتعيش نهايتها، فعندما نظام يتآكل ويعني يعيش أيامه الأخيرة لا يمكن أن يمارس نفس أيامه الأولى، دوره في الأيام الأولى. فأعتقد العكس، أعتقد أنه أتباع ولاية الفقيه يقومون بمظاهرات، ويمكن يخطفون بعض الشخصيات على أساس رهن، ثم يعني يتفاوضون مع الولايات المتحدة على مكاسب أخرى. النظام في إيران سقط، في إيران ثم سقط في المناطق التي تمدد فيها. ضوء أخضر أمريكي بأنها تدعم المتظاهرين في خضم تصريحات وزير الخارجية الأمريكي يقول إن العراقيين احتفلوا في الشارع في العاصمة العراقية من أجل الحرية ورددوا لا سليماني بعد اليوم. تعتقد هذا ضوء أخضر بأنه الولايات المتحدة ستقف إلى جانب المتظاهرين؟ المشكلة أن الولايات المتحدة تقف، ولكنها ببطء جدا وفق مصالح وليس وفق مصالح العراقيين. لا، هذا حدث. نعم، هذا الحدث كبير والعراقيين أيدوا، ولكن صرحوا بغض النظر عن نوايا من قتل. لكن أخي سيدي، هذا الرجل، هؤلاء المجموعة قتلوا المئات الآلاف وشردوا الملايين ودمروا المدن، فلا بد للشعب العراقي أن يفرح بمقتلهم، ولكن على الولايات المتحدة أن تكون جادة. نعم. فيما تقول وعامل الوقت مهم جدا، لأنه لا يمكن لشعوب أن تبقى منذ 16 عام وهي مدمرة ويحكمها ولاية الفقيه، ومن ثم نأخذ تصريحا واحدا أو عملية أمنية واحدة. إن كان المجتمع الدولي جاد للتغيير في العراق، فالشعب العراقي جاهزا ومستعد الآن، وهذه فرصة تاريخية للشعب، لجميع القوى، أنه تغير ما موجود في العراق، وتزيح هؤلاء الميليشيات وهؤلاء الكهنة من الظلمة اللي موجودين، الذي يعني خاضوا بدماء العراقيين بل سبحوا بها سباحة. أستاذ حسين، يعني عشرات موظفين النفط الأمريكيين يستعدون لمغادرة العراق، أيضا الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من مغادرة العراق فورا. أكو حرب؟ لا، أكو تغيير. حرب بالوكالة اليوم، ترى العراق مو فرد، يعني فرد شيء صعب على الولايات المتحدة. اي شنو اللي يمنع ان تكون حرب ليست بالوكالة، حرب مباشرة؟ لا، ماكو حرب مباشرة. طيب. في الوقت الحاضر لا توجد حرب مباشرة، وهذا ما اعتقد الى فترة زمنية ما، لكن الشعب العراقي هو جاهز للتغيير. هو الشعب جاهز للتغيير. عندما تكون الشعوب جاهزة للتغيير، ماذا تحتاج؟ فقط المساندة ويأتي التغيير. اليوم الشعب العراقي ناقما على هذه الطغمة الحاكمة،
مما أوغلت بدماء العراقيين ومما سرقت من أموال العراقيين ومما أهانت الدولة العراقية بحيث جعلتها دولة ثانوية يسودها ملوك الطوائف. فالشعب العراقي جاهز للتغيير. المرجعية الدينية في خطبتها لهذا اليوم تقول ما جرى قرب مطار بغداد اعتداء غاشم وخرق للسيادة العراقية وانتهاك المواثيق الدولية، طبعا اللي هو اللي أتلى البيان معتمد المرجعية عبد المهدي الكربلائي. كيف تابعت؟ والله لو كنت سمعت مثل هذا البيان عام 2003 بدخول القوات الأمريكية للعراق بأنه اعتداء غاشم لكان احترمت جميع الآراء البقية، لكن عندما يكون الدخول إلى العراق عام 2003 من قبل القوات الأمريكية والحلفائها واحتلال العراق ولم يكن اعتداء غاشما وتصدر توجيهات بعدم مواجهة الأمريكان باعتبارها قوة صديقة، اليوم بمقتل شخص أو شخصين تعتبر اعتداء وتعدى على السيادة. حقيقة هذه الازدواجية أنا أرفضها، ومن طبيعتي أنا لا أقبل بتحليلات أو لا أتبع رجال الدين في القضايا السياسية ولا أقبل بها، وأدعو الشعب العراقي أن يتجاوز موضوع خطبة الجمعة باستثناء موضوع الصلاة والصيام وإلى آخره والوضوء والهلال وظهوره والحج والعمرة، غير هذا أنا لا أستمع إليهم، لأنه وجدت الإزدواجية لديهم وجميع الأغلب المرجعيات. وأنا لا أتكلم فقط عن المرجعية الشيعية، أنا أرفض دور المرجعيات بكل أنواعها في الشأن السياسي لأنه دمرت هذا الشعب من خلال تجربة. لا نتكلم عن قضايا غيبية، نتكلم عن واقع مرير يعيش الشعب العراقي منذ 16 عام، وهذه المرجعيات تحمي هؤلاء السراق وتحمي القتلة ورحبت بالأمريكان، والشعب العراقي بلد متعدد. إذا كل مرجعية تتكلم لنا برأي سوف نتقاتل ونبقى نتقاتل 100 عام كما حدث حرب 100 عام ما بين فرنسا وبريطانيا. بسبب من؟ يا سيدي بسبب المرجعيات وغيرها وسبب هذه الخلافات. طيب لكن المرجعية أيضا شو تقول في خطبتها؟ تقول البلد يمر بأخطر المنعطفات، يعني ولكنها تدعو إلى ضبط النفس. عملية الدعاء إلى ضبط النفس ما بيها شوية قلق من عندك؟ لا هو نفس الشيء، رئاسة الجمهورية تدعو إلى ضبط النفس والآخر ضبط النفس، هذا دليل على الخوف وحالة الرعب اللي موجودة عندهم. اليوم يدركون أنه تغيير قادم في العراق. طيب. وقبل كم خطبة أحد أتباع عبد المهدي الكربلائي ماذا قال في الخطبة؟ قال نتمنى أن يفهم الآخرين أن الحكم سينتقل إلى الآخرين. آخرين طبعا ليسوا عراقيين. طيب. وليسوا عرباً وليسوا وطنيين وليسوا كذا. يا سيد الموضوع الآخرين لا يريدون حكماً، الآخرين يريدون وطن يحكموا سنياً شيعياً عربياً تركياً أي تركمانياً مسيحياً أياً كان. لا يخاف من الآخرين. هذا هي القصة، ضبط النفس ومعرفة. هو يدرك أنه تغيير قادم في العراق لأنه الأرضية العراقية جاهزة للتغيير. طالما الأرضية جاهزة للتغيير لن يستطيع أحد أن يمنحها، لا الولايات المتحدة ولا روسيا ولا غيرها. والولايات المتحدة تستثمر الشعب العراقي. الموقع العراق دولة مهمة جدا في مستقبل الأيام، في قابل الأيام إذا ما كانت هناك حرب مباشرة. والعراق دولة مهمة بموارده الطبيعية وموقعها الجغرافي جدا مهم، والأرضية جاهزة للشعب العراقي للتغيير، فإذا هذه فرصة أنه يكون هناك تغيير. أستاذ حسين، أكو شخص اسمه عادل الأسدي كان قنصل إيراني في إمارة دبي عام 2008، طبعا هو يعني طلب لجوء سياسي أصبح معارض. عادل الأسدي قال في 2008 وأنا قريت على إحدى الصحف، قال بأنه أكو خلايا نائمة في منطقة الخليج، متى ما أحست إيران بأن وضعها بدأ يعني يتململ تقوم هذه الخلايا النائمة بعمليات وصفها بالإرهابية في منطقة الخليج. تعتقد أن الدور الآن للخلايا النائمة في المنطقة العربية؟ نعم أعتقد، وخاصة عندك 3 دول مهمة في الخليج التي سيكون فيها، هذا ما أعتقده، البحرين موجود فيها، الكويت فيها، والإمارات. الإمارات تمتلك أكبر جالية إيرانية. تصور هكذا. أكبر جالية إيرانية، تعداد الإيرانيين اللي موجودين في الإمارات تقريبا بما يساوي تعداد السكان يا سيدي. وتعداد شعب الإمارات ما يساوي 19% من مجموع ما موجود على أرض الإمارات. فهذه الخلايا هي مستعدة لمثل هذه الأفعال، وهذا ما ذكرناه، قلنا أنه إيران عاجزة على الرد المباشر على الولايات المتحدة لأن تدرك ستدمرها على بكرة أبيها وتني هذا النظام. لكن هذا كذا نعرف إيران تستهدف أرامكو، تستهدف منشأة كويتية، تستهدف منطقة في البحرين، وردودها على العالم العربي والإسلامي. هذا النظام منذ ما جاء إلى الآن لم يدخل حربا مباشرة مع أي عدو غير العرب والمسلمين. إيران فتحت جبهات عديدة في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وسوريا ذكرناها.
عندها استعداد إيران وهي تتعرض لعقوبات اقتصادية أن تفتح جبهات أكثر؟ إيران كانت تفتح الجبهات على حساب العراق وليس على حساب إيران. إيران أغنى دولة. يعني الفلوس من العراق؟ فلوس من العراق. اليوم العراق وطبعاً ما كانت هذه لولا هناك إرادة أمريكية، بالمناسبة البدايات أمريكية والأخطاء أمريكية، هذا ما يجب أن نقوله ونعترف به. وأيضاً محلية، إيران ما تستطيع أن تتمدد لولا وجود أرضية، مثل ما تكلمنا الآن أنه لا يمكن التغيير بدون أرضية جاهزة للتغيير. كذلك كان بعض المغرر بهم في العراق بأنه إيران ستكون منقذة ونتخلص من الحكومات التي على أساس ظلمتهم، وتبين أن الأمر مختلف كاملا. هذا واحد. الإرادة الدولية وخاصة الولايات المتحدة سمحت لإيران بالهيمنة على العراق، والعراق أغنى بلد في المنطقة التي تسيطر عليها إيران، فكانت تمول من خلال إيران، من خلال العراق. إذا ما رفض الشعب العراقي وتغيرت حكوماته وجاءت بحكومات على الأقل يعني إلى حد ما عدا شيء من الوطنية، سقف من الوطنية، أعتقد المشروع الإيراني التوسعي سيتلاشى. طيب. يعني ليس لديها أموال في سوريا، هي تصرف عليهم الليرة السورية بآلاف. نعم. نعم. اليمن بلد فقير لا يمتلك شيئا، فلا تستطيع أن تصرف على هذه المشاريع بدون العراق. طيب. أستقبل ضيفي عفوا الأستاذ محمد بالفخر، الكاتب والمحلل السياسي اليمني من العاصمة السعودية الرياض. أستاذ محمد مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. أستاذ محمد، أنتم في اليمن كيف تابعتم مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني بضربة أمريكية حدثت فجر هذا اليوم؟ كيف تابعتم هذا الأمر؟ الطغاة أيا كانوا وبأيدي من، شيء طبيعي أنه يشرح النفس يعني بشكل عام. ومن معها عاثوا في الأرض فسادا وأهلكوا الحرث والنسل في العراق في لبنان وفي اليمن وفي نعم نعم. أستاذ محمد هل تسمعني؟ هم على أيدي العرب والمسلمين وليس على أيدي الأمريكان، وهم والأمريكان هم يبدو حلفاء ظاهريا وباطنيا، يعني احيانا يختلفوا واحيانا يظهروا للاخرين. استاذ محمد ارجو منك ان ربما ترفع من الصوت قليلا لانه يصلنا ضعيفا جدا، لو سمحتم لو تكرمتم بذلك. ان شاء الله. نعم تفضل تفضل. نعم نعم جيد جدا تفضل الان جيد. نحن نعلم ان امريكا وايران بينهما أمور تواسم مشتركة. نعم. في احتلال أمريكا للعراق بسنة إيران، وبعد ذلك سيطرة إيران على العراق بسنة أمريكا، وهناك بعض الاختلافات أو بعض الأمور التي جعلتهم يضحون بقاسم سليمان ومن معه. يعني هل الانتخابات الأمريكية قادمة هدف كما فعلوا بأبو بالبغدادي وغيره؟ قد يكون هذا الأمر، لكن هذا بطبيعة الحال نحن كأمة عربية ونحن في اليمن أيضا عانينا من ميليشيات إيران أو الميليشيات التي تدعمها إيران الكثير، وما وصل الحال في اليمن إلا من هذه الميليشيات الإيراني والمخطط الإيراني لهذا الأمر، فبالتالي ضربة لمثل هؤلاء شيء طبيعي أنها تخطط. أستاذ محمد أنت قلت بأن هناك قواسم مشتركة بين إيران والولايات المتحدة خاصة في عملية احتلال العراق، ولكن بعد هذه الضربة هل طلقت واشنطن طهران بالثلاث؟ لا أعتقد ذلك. أنا لا أعتقد، إنما ربما هناك أهداف محددة واضحة بالنسبة لهم، اختلاف على بعض الأمور، قد تكون أمريكا تريد أن ترضي أطراف أخرى. نعم ربما لحين أن يجهز الأستاذ محمد بالفخر أنتقل إلى الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين، إيران تتوعد برد قاسي وصفته برد القاسي، يعني الرد القاسي احنا نفتهم بأنه الرد القاسي هو مسألة استهداف القواعد الأمريكية، استهداف ربما تكون هناك منشآت نفطية تابعة للولايات المتحدة، ممكن استهداف تل أبيب؟ لا أبدا لا يمكن. إيران لن تستطيع ولن تدخل أي حربا ولا ردا على أي قوة دولية غير العرب والمسلمين، هذه نقطة رأس السطر علينا أن نفهمها. مهما فعلت الولايات المتحدة، مهما قصفتها إسرائيل، مهما لاحظ
منذ أكثر من عام والكيان الصهيوني يستهدف المواقع الإيرانية وهي تمتلك من الأسلحة ما تصل إلى تل أبيب. طيب لماذا لم ترد؟ ترد في العراق، ترد على أرامكو، ترد على مناطق هاي، ترد على الأيتام والأرامل اللي ذبحتهم حزب الله، يرد على في الزبدان يذبح الأطفال. زين. هؤلاء لن يجرؤوا على الرد على الولايات المتحدة لأنهم أجبن ما يكون. يا سيدي من يمارس دور الخياني والوظيفي هذا لن يصلح، لا يستطيع، لن يصلح أن يرد على الولايات المتحدة، هذه واحدة. ثانيا علينا أن ندرك أنه الثائر لن يرد على الولايات المتحدة وعلى القوى الدولية إلا الثائرين المجاهدين الأحرار الذين يريدون وطنا. هؤلاء ذيول لا يستطيعوا إلا، وجبناء لن يستطيعوا إلا رد على الأسرى والمساجين والأيتام وخروج بعض الناس النازحين ويأخذوهم ثم بعد عام يظهر مقابر جماعية أو يعلقون أبنائهم في إيران عندما نشوفهم. نعم. كيف يعدمون المواطنين. صحيح. في هذا المظاهرات الأخيرة قتلوا أكثر من 1000 مواطن إيراني. هؤلاء يردوا على المواطنين، يردوا على الدول العربية الضعيفة، يردون على الأسرى المساجين، من يستطيع أن يردوا على الولايات المتحدة؟ ولم ونتمنى أن كانوا جادين حتى على الأقل يا سيدي حاضنتهم الشعبية تصدقهم منذ عشرات السنين وهو يدون أمريكا. قتلت سليماني ولم يرد، وقصفتهم ولم يرد، وإسرائيل قصفتهم عدة مرات. يا سيدي دردوا مرة واحدة. طيب أستاذ. نعم. أستاذ سأنتقل إلى الخبر العاجل كما هو في الشاشة. الخارجية الألمانية قاسم سليماني كان مدرجا على لائحة الإرهاب الأوروبية وما حصل لم يأتي من فراغ. أستاذ محمد بالفخر، الخارجية الألمانية تقول ما حصل في لقاسم سليماني لم يأتي من فراغ لأنه كان مدرج على لائحة الإرهاب الأوروبية، كيف تقيم الموقف الألماني؟ هذا خبر جديد طبعا، خبر عاجل كما أشرتم إليه. هذه الدول شيء طبيعي أن يضعوه من ضمن دائمة الإرهاب، ولكن الإرهاب طبعا هم على ما يفصلوا على ما يريدون. يعني إيران تعبت طوال السنوات أو العقود الماضية، وهي أيضا مقاطعة، وهي أيضا موضوعة في أكثر من دائمة إرهاب الميليشيات الإيرانية، ولكن أيضا يسمحون لها تعمل ما تشاء في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وغير ذلك. يعني لكن طبعا هذه سيفرح الكثير من سيفرحنا اي ما خبر ان هذا حصل له ما حصل، ولن تستطيع كما قال ضيفك الكريم ايران ان ترد على امريكا مهما كان، ولا حتى على الدول الاوروبيه، رغم ان المانيا هي جزء او اقرب الى ايران منها الى من اي دوله اوروبيه اخرى. نعم. لكن بشكل عام يعني هذا البيان بس ما تعتقد أستاذ محمد، ما تعتقد أن هناك ربما يعني الأيام القادمة وربما الساعات تكون حبلة بالمفاجآت من المواقف الدولية تجاه أو ضد إيران؟ هو يبدو أنه طبعا هذه الأنظمة معمولة على منذ تاكس فيك وما بعدها أن هناك لها أدوار محددة. نعم. وصلاحيات محددة. بعد انتهاء صلاحيتها او بعد انتهاء صلاحيات لافراد او زعماء معينين او قيادات معينه يتم التضحيه بهم، حتى وان كان هم الجميع اديال في نهايه المطاف، اديال دول كبرى وهالدول، وحتى وان ادعوا انهم في خلاف معها، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، لكن في نهايه المطاف هم مجرد ادوات لهذه من يدعون لها الموت ليل نهار يعني. طيب يرجى أن تبقى معنا أستاذ محمد، سأنتقل إلى أستاذ في الاستوديو حسين السبعاوي. أستاذ حسين، لماذا أبو مهدي المهندس تحديدا، دعنا من قاسم سليمان، أنا أتحدث عن ميليشيات عراقية، يعني أكو حركة النجباء، أكو عصائب، أكو بدر، أكو يعني هناك سرايا الخراساني، يعني عشرات الفصائل الميليشياوية المسلحة في العراق، لكن ليش أبو مهدي المهندس تحديدا؟ يعني أولا هو الهدف ليس أبو مهدي المهندس، هو الهدف قاسم سليماني. عندما يكون قاسم سليماني هو الذي استقبله، عندما يكون أبو المهدي المهندس هو الذي استقبله، فبالتالي ستكون النتيجة طبيعية أن يكون أبو المهندس ضمن القتلى. طيب هذا واحد. ويقدرون يختاروا السليماني بعيدا عن أبو مهدي؟ لا داخل المطار. إيه ولو داخل المطار هم استهدفوا في سيارة. طيب إيه في سيارة قابل يعني استهدف الصدر ويخلل هذا هذا صعب جدا. هذا واحد. ثانيا أنه الآخرين ليس بمعناه بمنع عن الاستهداف، ليس بمنع عن الاستهداف. ثلاثة، أبو مهدي المهندس هو مثبت على قوائم الإرهاب. طيب
منذ تفجير موضوع عملية اغتيال الأمير في الكويت، جابر الصباح وما قاموا به في لبنان وفي سوريا وفي العراق. طيب. فبالتالي الآخرين ليسوا بمنأى عن الاستهداف، عليهم أن يدركوا أنه الاستهداف يعني هم ليسوا بمنأى عنه، وممكن استهدافهم اليوم وغدا أو بعد غد. القضية لأن الشعب العراقي بعد ما يطيق هؤلاء، طيب، والمجتمع الدولي بعد لا يتقبلهم. وهنا أريد أن أركز على قضية أنه فرق بين إيران الدولة وإيران النظام. المجتمع أوروبا والولايات المتحدة حريصة على إبقاء إيران ضمن 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 حلفها بعيدا عن روسيا والصين. إيران كنظام؟ لا، الدولة إيران. طيب، ماشي. وإيران عموما. طيب. أما إيران النظام وقضية الممانعة وإسرائيل أو النظام الكهنوتي هذا هذا أعتقد بدأ يتلاشى ينتهي، فلا بد من استبدال هذا النظام بنظام أقرب إلى الولايات المتحدة وأقرب إلى الناتو، بحكم موقع إيران المهم، موقع إيران المهم الجيوسياسي، بموقع بمهم أنه المرحلة القادمة نحن نعيشها الآن كما ذكرت لك حرب بالوكالة. طيب. عندما تكون حرب بالأصالة إيران دولة مهمة، فلا بد من تغيير هذا النظام حتى تستطيع الولايات المتحدة وحلفاء أن يضمنوا هذه المنطقة. عودة بسيطة، حكومة مصدق عندما دخلت في يعني خلاف حقيقي مع الولايات المتحدة، طيب، أسقطتها خلال ساعات. طيب. وقضية النفط، تأميم النفط. هذا النظام أعتقد بدأ يعني يشاغب أكثر، يريد يتصور نفسه أنه هو فعلا يعيد الإمبراطورية الفارسية. الأيام القادمة أو الأشهر أو السنين القادمة هي مقبلة على حرب بالأصالة مباشرة، فإيران دولة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي وتحديدا أوروبا والولايات المتحدة، فلا بد من تغيير هذا النظام للحفاظ على إيران، لأن إيران مجاورة لروسيا قريبة من الصين، دولة مهمة السيطرة عليها بمعنى عدم تمدد روسيا والصين في المنطقة أو هيمنتهم على المنطقة. طيب. أستاذ محمد، كما ذكر أستاذ حسين السبعاوي ووصف نظام إيران بالنظام الكهنوتي، تعتقد أن هذه الضربة هو يعني نبدأ بالعد التنازلي لانهيار نظام الملالي في إيران؟ أنا كما قلت لك يعني طبعا هو نشأ هذا النظام بنظام العالم الغربي، واستلام من أين أتى الخميني؟ نعم. أتى من باريس، وكان حافظ الله وجعلهم يعبثوا بالوطن العربي وبالأمة بأكملها يعني، واستهدافهم للسنة في أي مكان واضح كان ضمن مشروعهم. لكن يكون ان صلاحيه النظام هذا قد انتهت وربما غير متقبله في خطط الدول الغربيه في قادم الايام، ربما انها تريد ان يكون هناك حلفاء بشكل افضل لها، فستقلص من صلاحيه النظام او حتى ممكن ان ينتهي في يوم من الايام. طيب، تعتقد استاذ محمد، تعتقد ان الميليشيات الحوثيه في قادم الأيام سيكون لها دور فعال بعد الغارة الأمريكية التي استهدفت عنصر مهم من عناصر الحملة الإيرانية على اليمن وهو قاسم سليماني؟ تعتقد ستكون هناك ربما حرب تكتيكية أكثر فعالية بالنسبة للتحالف العربي ضد التحالف العربي؟ على كل حال هي الميليشيات الحرية لم يكن لها أن تبقى هذه الفترة الطويلة لولا دعم إيران أولا، ثم أيضا ربما هناك بعض في موضوع التحالف العربي يعني نشوف بعض القضايا الأخرى في اليمن أخر مسألة الحكم، وبالتالي يعني قد يكون هناك أيضا في قادم الأيام أن تضعف هذه الميليشيات، وإذا تم الصدق مع الحكومة الشرعية ومع الجيش الوطني فمثل يعني قاب قوسين أو أدنى، فالقضية هي مثل أن تتفق آراء التحالف العربي مع الحكومة الشرعية في شراكة حقيقية واضحة ضد يعني من تكون هذه الميليشيات. هي الميليشيات محدودة ومسيطرة على مناطق محددة، فمتى ما تمت الشراكة الحقيقية في إسقاطها ستسقط بإذن الله. يعني هناك من يتحدث يقول بأن ميليشيا الحوثي صحية يعني تستمد قوتها المالية والعسكرية من إيران وأيضا من الميليشيات الموجودة في المنطقة، لكن تعتقد أن ميليشيا الحوثي ستتأثر وبالتالي يعني سيقام عليها نعش
بعد ربما تكون ضرب إيران بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الولايات المتحدة، أم أنها ستكون ربما يعني متواجدة على الأراضي اليمنية أكثر نتيجة المساعدات المساعدات اللوجستية من قبل إيران ومن حالف إيران؟ وعلى كل حال الميليشيات الحوثية هناك أيضا، حتى نفس أمريكا وبعض الدول الغربية هي تريد أن تبقى هذه الميليشيات كواقع أو كحزب سياسي أو غيره، يعني كنوع من 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 توازن القوى السياسية داخل اليمن لأهداف أخرى. يعني إن ذهب الحليف الإيراني قطعا ستضعف، لكن طبعا مثل هؤلاء في كثير، دائما عندما يكون ذيلا أو عندما يكون تابعا سيبحث له عن كفيل آخر، سيبحث له عن مصدر آخر لينفذ من خلاله المخططات والتي هو يسعى من للإضرار بوطنه قبل الإضرار بأي جهة أخرى. يعني نشكر. نعم تفضل تفضل أكمل أستاذ. فبالتالي يعني الفرصة مواتية أمام الحكومة الشرعية وأمام التحالف العربي أنا أشكرك أستاذ محمد بالفخر الكاتب والمحلل السياسي اليمني، حدثنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لكم. أستاذ حسين، جيم بانكس سيناتور جمهوري يقول مقتل سليماني يعتبر نصرا للجميع بما فيهم الشعب الإيراني الذي يعاني اليوم في ظل النظام العسكري القمعي الذي يحاول تصدير الثورة إلى العالم. تعتقد نصر للشعب الإيراني إذا كان، لكن هنا يتوارد عندي سؤال، إذا كانت الولايات المتحدة باستطاعتها أن تستهدف ناس مؤمنين تماما من أي تعرض عسكري سواء جوي أو بري أو غيره، لماذا لا يتم يعني تصفية الزعامات الكبيرة مثلا مثل ما استهدفت مثلا المرحوم الشيخ أحمد ياسين مثلا، يعني لماذا لا تستهدفهم بشكل مباشر؟ لماذا تستهدف من هم أقل ربما الأدوات إيرانية؟ التعامل الولايات المتحدة مع الدورة مع الوظيفيين لديها مختلف عن تعاملها مع الأعداء استراتيجيين. الشيخ أحمد ياسين هو عدو استراتيجي للكيان الصهيوني وحركة مقاومة، موضوع مختلف. طيب. لكن لماذا الولايات المتحدة تستهدف بالتقسيط؟ و يعني الولايات المتحدة مشكلة أنه إحنا مرات نريدها أن تتصرف كما نريد وكما نتمنى، وهي ليست كذلك، هي تتحرك وفق مصالحها. طيب. مصالحها تقتضي ضربة قوية أمنية على إيران لرفع سقف ترامب الانتخابي. واحد يعني أيضا الحزب الجمهوري، لإسكات الديمقراطيين في الداخل، لدعم الشعب العراقي المتظاهر المنتفض للمشروع الإيراني، وبنفس الوقت للقبول العربي والإسلامي لهذا الفعل. فهي بحاجة عدة أشياء لا يمكن أن تعطيها كلها مرة واحدة، هي تعطي بالتقسيط. الأكبر صك سيكون هو إسقاط النظام الإيراني. عندما تسقط هذا النظام بمعاونة الشعوب الإيرانية والمنطقة العربية، أنا ذاك سأعتقد أنه أغلب الدول العربية والإسلامية ستتحالف مع الولايات المتحدة وتجعلها صديقا لها. طيب. لأنه في العمل السياسي في التوازنات هناك مصلحة أكبر مصلحة أصغر، من مصلحة المنطقة العربية هو إسقاط هذا النظام بأي ثمن حتى لو كانت تحالف مع أي دولة أوروبية أخرى أو أمريكية. مقتل سليماني والمهندس سوف يعضد من موقف ترامب في الانتخابات المقبلة؟ بالتأكيد. سيخدمه كثيرا. لأنه احنا لاحظنا سياسات الولايات المتحدة قبل أن تدخل الانتخابات الرئاسية سيكون هناك حدث لصالح الرئيس. طيب. ترامب هذه هي الدورة الأولى، فيحتاج الدورة الثانية. صحيح. وأغلب الرؤساء يأخذون الدورة الثانية. صحيح. إلا ما ندر، لكن يحتاجون حدث. لاحظنا جورج بوش، لاحظنا قبلهم وقبلهم وقبلهم يسوون أفعال ليخدمهم في المشروع الانتخابي. ترامب لديه أزمة حقيقية، هناك محاكمة، هناك يعني أزمة باعتباره هو يمثل اللوب الصهيوني تحديدا أكثر المصالح الأمريكية، فهو بحاجة إلى جمهور وبحاجة إلى انتخابات. لديه حلفاء عرب دفعوا له الكثير وخصوصا في الخليج. نعم. قدموا له الكثير من المال والمساعدات لمجرد أنه الحد من المشروع الإيراني. فإذا يحتاج مثل هذا، فهي مجموعة بدأ هذا
بضربة يعني سليماني هي حققت كثير من المصالح لكن لا تكفي. لا بد من إسقاط هذا النظام، لا بد من اعتقال هذه الشخصيات ما لم يستطيعوا اغتيالها. لا، وهي فرصة اليوم. أنا كنت أتابع الأخبار من الصباح، كان بإمكان القوات الأمريكية باعتقال أغلب هذه الشخصيات وتغيير ما يجري في العراق إلى نحو الأفضل وإنهاء دور النفوذ، لأن احنا ندرك هؤلاء كما ذكرت الأخبار بأن أغلب هذه المقرات أغلقت. أي. وكان بإمكان القوات الأمريكية السيطرة على بغداد واعتقال هذه الشخصيات التي أساءت للشعب العراقي والعالم العربي، وليسوا فقط للشعب العراقي. يا سيدي، ماذا يفعل العراقي في سوريا يقاتل مع بشار؟ وماذا يفعل في اليمن؟ وماذا يفعل في البحرين؟ لاحظت عندما يعني ردت الدولة البحرينية على بعض المتظاهرين، قامت القيامة في العراق. ماذا جرى؟ ميدان اللؤلؤة. أي ميدان. ما الذي جرى لكم؟ والبرلمان حزين والرؤساء حزين. طيب ما قتلتم من الشعب العراقي دمرتم. إذا هذا النظام الوظيفي كان فرصة للولايات المتحدة وما زالت في إسقاطه، لأن الأرضية لدى الشعب العراقي جاهزة لإسقاطه. طيب. أستاذ حسين، مقتدى الصدر يدعو إلى إعادة هيكلة ولملمة جيش المهدي وليس سرايا السلام. شنو اللي اختلف؟ ليش ما قال إعادة هيكلة مثلا أو تجميع لسرايا السلام؟ ليش رجع على جيش المهدي في عام 2006-2007؟ يعني شنو هاي الرسالة؟ هي هذه سياساتهم وسياسة إيران في الرد على الولايات المتحدة، حرق مسجد، إمام مسجد، متظاهرين، واحد يحكي على إيران وهكذا، يعني واحد يسمونه بحثي، واحد يسمونه سلفي، واحد ما يسمونه. بس هي امريكا اللي ضربته ولا ولا شو منه فجر المرقدين. ايران جهز جيش المهدي وقتل الالاف في بغداد وهجر اكثر من مليون بغدادي وغير ديموغرافيه بغداد. طبعا هو ايضا ممانع ووطني ويرفض الهيمنه الامريكيه. وقصه هاي معروفه، ولديه 55 نائب في البرلمان وست وزارات. هذا الامر على الشعب العراقي ايضا ان ينتبه لهذا، ان لا يجر الى العنف، أن لا يستفز، أنه التغيير قادم من خلال سلمية المتظاهرين ودعم هؤلاء المتظاهرين. أي أريد أتكلم وياك على المتظاهرين. يعني هسه المتظاهرين موقفهم ازداد قوة، لو ضعف، لو يمكن يكون مستهدفين، يمكن حتى تنتشر الميليشيات داخل المتظاهرين لكي يعرفوا يعني ما هي مشاعر المتظاهرين. يعني أريد تحدثني على إيه؟ شوف، على المستوى الاستراتيجي المتظاهرين حققوا أهداف كثيرة. طيب. ونصر كبير. على المستوى التكتيكي على المتظاهرين أن يغيروا شيئا ما، خصوصا هذه الأيام. هؤلاء أشبه بواحد يعني مطعون إلى حد الذبح. طيب. فيقتل كل من بجانبه، يحرق، يفجر، يقوم بأفعال كثيرة. طيب. ويريدون أن يستقطبوا الشارع أنه قتلوا سليماني والمهندس وإلى آخره، وتعالوا تعاطفوا واجلسوا معنا في مجالس العزاء وإلى آخره. قال تنتهي مجلس العزاء على المتظاهرين أنه يمارسون دورا تكتيكيا دقيقا مع هذا الحدث، ولكن استراتيجيتهم أن يحافظوا عليها وهي استمرار بالسلمية، زيادة زخم التظاهرات، التأكيد على المطالب مع رفع سقفها ممكن أيضا. مخاف يقولون عليهم ذولا شيعة أمريكا مثل ما قال عليهم شيعة إنجليز، قالوا شيعة بريطانيا وشيعة أمريكا. هنا الخوف. نعم، ولكن المتظاهرين ما استفزوا من جميع هذه كل الأفعال اللي وما قيل عنهم لم يستفزهم، دليل على نضج هذه القيادة التي دوخت العالم حقيقة. دوخت الحكومة ودوخت بعض الدول ودوخت كثير، نضجها السياسي، وتعرف ماذا تريد وماذا تطلب، وتعرف متى تتحرك وزيد الزخم. أنا أقول للشعب العراقي اطمئنوا، هذه قيادة هذه التظاهرات على مستوى عالي من الوعي، ستمارس دورا تكتيكيا إلى حد ما، لن تدخل في أي صدام مع الميليشيات وتفوت عليهم الفرصة. أستاذ حسين، وإذا الميليشيات دخلوا من أجل إنهاء التظاهرات؟ هذه جرائم ضد الإنسانية، هي ممارسة ليست اليوم، وممكن أن تكون بإفراط أكثر، وعلى المجتمع الدولي أن يحمي الشعب العراقي، وإلا لا يمكن أن تدخل يعني إنسان مسالم وفق في منطقة وحوش وتقول أريدك تطلع ابنها سالما غانما، كيف أطلع؟ فإذا وضعنا هناك منظومة دولية مسؤولة على السلم الأمني والعالمي والدولي، فلا بد أن تتحمل مسؤولياتها. إذا هدت الميليشيات على المتظاهرين وهم مئات الآلاف، طيب يعني معناها راح تكون مجازر في العراق، فماذا هذا المجتمع الدولي فاعل؟ لهذا السبب أعتقد على المتظاهرين سيمارسون دورا تكتيكيا رائعا، أما على المستوى الاستراتيجي سيحققون أهداف. طيب. بأقرب. أستاذ حسين، الحشد الشعبي شنو مصيره بعد مقتل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني؟
يعني هذا الحشد الشعبي أسس بالفتوى الجهاد الكفائي من قبل مرجعية النجف. نعم. الآن تم استهداف رجل مهم أو رجلين مهمين في الحشد وهو سليماني والمهندس. تعتقد الحشد يعني سيبقى مراوحا في مكانه؟ سيقوم بربما تكون هناك عمليات استباقية؟ هل سيتراجع؟ ما هو مصيره؟ أنه الحشد هو في تراجع. نعم. تراجع أولا ليس بفضل أحد إلا بفضل العراقيين، وأسقطوا هذا الصنم المقدس المدري إيش اللي قتل الشعب العراقي. طيب. هذه نقطة مهمة لازم نعرفها، أنه الشعب العراقي هو أولا من جعل الحشد يتراجع. هناك عدة ثلاث عوامل مهمة ل يعني أضعاف دور الحشد ومن ثم أنهاه. أولا عندما نقول هو جاء بفتوى جهاد كفائي. نعم. لسبب وزال السبب، إذا هذه الفتوى أيضا أن تتغير. هذا واحد من السبب الديني. السبب الداخلي لابد من تغيير هو المجيء بحكومة عراقية وطنية. طيب. تؤمن بالمؤسسات الأمنية والمركزية اللي تأتمر بالقاعدة العامة قوة مصالح وزير الدفاع. لا يمكن أن يبقى هذا الوضع كما هو، فبتغيير الحكومة سيأتي أيضا عامل ضعف أكثر إلى الحشد. طيب. العامل الخارجي أيضا مهم جدا في أضعاف الحشد، فهي مجموعة عوامل الديني والداخلي والخارجي هي ستضعف الحشد وسيتلاشى شيئا فشيئا، وتبقى يعني كما يقال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. إيه بس إذا كان هناك رئيس وزراء وطني إيه بس الحشد صار أعتقد يتلاشى. لا اكو يعني مو يقول لك الحشد اصبح مؤسسه تابعه لرئاسه الوزراء يا سيدي، يعني من ضمن طبعا من هذا ضمن مؤسسات الدوله. جيد جيد، هذا الكلام عليهم وليس على الشعب العراقي ولا على خصوم الحشد، هو جزء من المؤسسه العراقيه. طيب هؤلاء الشباب ينقلون يتفككون وينقلون الى وزاره الدفاع والداخليه، والشعب العراقي ليس لديه مشكله مع شاب من الناصريه او من العماره او من اي مدينه كانت قاتل داعش، او يعني هي شخصيه عراقيه ان تكون تنضوي ضمن وزاره الدفاع ضمن افواج والويه وزاره الدفاع. هم يقولون هكذا، هو جزء من المؤسسه الامنيه، هذا هو. فاذا المشكله تفكيك الحشد سهل جدا ان وجدت حكومه وطنيه مع عامل خارجي مع قضيه دينيه، لانه وجد لسبب وزال السبب. هذه العوامل كلها مهيئه لانهاء دور الحشد، لكن انا اعتقد الوقت سابق لاوانه الان، ولكن هو في تراجع. في تراجع. في تراجع. نعم. الولايات المتحده ستدخل بشكل واضح على خط الازمه فيما يخص الحشد، يعني سيكون لها فد راي معين. نعم. الولايات المتحدة ستدخل على العراق يعني بأفضل مما كان وبأقوى مما كان سابقا. بعد 2009 سلمت العراق كملف لإيران بشكل كامل. الآن الولايات المتحدة عائدة إلى العراق، سواء ترامب أم غير ترامب يعني سيأتي من بعده، لأنه المنطقة مقبلة على تحالفات جديدة. الحرب الوكالة لا يمكن أن تستمر، الولايات المتحدة تريد حليفا أمينا ضامنا لها مضمونا لها لكي تدخل في مواجهات مباشرة مع الآخرين. فأعتقد هؤلاء مرحلة وظيفية انتهت أدوارهم وأحرقت. فأعتقد الشعب العراقي أو العراق عموما هو بحاجة إلى التغيير، فلا بد من التغيير. طيب أستاذ حسين، هناك من يتحدث ربما تريد الولايات المتحدة من خلال هذه الضربة أن تجد هناك كما ذكرت حليفا، لكن يجب أن يكون حليفا عسكريا صارما حازما في نفس الوقت حتى يدير دفة العراق. تعتقد أن مسألة الاختيار أن يكون شخصية عسكرية هو من يقود البلاد في الفترة المقبلة وارد جدا في هذه المرحلة كمرحلة انتقالية حقيقة؟ نعم. بكل يعني واقعية اليوم نتكلم بما نتمنى، طبعا أي واحد يتمنى شخصية سياسية مدنية ومؤسسات، وهذه الحالة المثالية. طيب. جمهورية مونتسكيو غير متوفرة ولا جمهورية فلاطون. طيب. نتكلم عن حالة واقعية، العراق يحتاج إلى شخص قوي لمرحلة انتقالية، لكن لا تستمر هذه، لأنه الدكتاتوريات أيضا يعني ستقتل الشعب العراقي عندما تتغول أكثر. كمرحلة انتقالية الشعب العراقي يحتاج إلى شخصية حازمة من جذور عسكرية وطنية ليست ميليشياوية. أعتقد نعم في المرحلة الانتقالية العراق بأمس بحاجة إلى مثل هذه الشخصيات، لكن أكرر أنه ليس على المدى البعيد بل لمرحلة انتقالية فقط. هناك من يقول بأنه أمريكا الآن تدعم مرشح سني لرئاسة الوزراء، ربما إذا كان هناك مرشح سني، على اعتبار بأنه الولايات المتحدة قد جربت يعني حكم الأحزاب الدينية في العراق، وبالتالي لابد من أن في هذه المرحلة من أن تدعم شخصا سنيا. تعتقد ذلك؟ لا.
أنا أولاً هذا الخبر عندما يطرح هو لإثارة المكون الشيعي بأنه السنة قادمون والبحثيين قادمون إلى آخره. اليوم الشعب العراقي لا يسأل، لا يهمه سنياً أم شيعياً بقدر ما هو شخصية وطنية يحافظ على وحدة العراق وأموال العراق ويحافظ على الشعب العراقي من القتل والتهجير وإلى آخره. لا السنة لديهم مشكلة في وجود شخصية وطنية شيعية، ولا الشيعة لديهم مشكلة في أي وجود أي شخصية، لكن طرح مثل هذه الأخبار هو لإثارة المكون الشيعي واستفزازه بأنه أمريكا دعمتنا ثم تخلت عنا وعادت إلى دعم السنة وتلعب على الورقة الطائفية. طيب. حتى لو كان سنيا طائفيا فهو مرفوض. 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 طبعا. ومهما وحتى لو كان سنيا دينيا على غرار المفتي وغيره فهو مرفوض جملة وتفصيلا. طيب. فرفضنا ليس للموضوع الشيعي، رفضنا للطائفية ورفضنا للعرقيات ورفضنا رأينا مع وحدة العراق وسلامة أراضيه وأمواله وشعبه وعودة المهجرين والنازحين. قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أهم شخصية طبعا في الحرس الثوري الإيراني بعد قائد الحرس محمد علي جعفر يعتقد. نعم. هو الحرس الثوري شنو مستقبله بعد هاي الضربة القاسمة اللي تلقاها اليوم؟ هو وجود الحرس الثوري الإيراني لو بس نعرف من حيث الدستور الإيراني. طيب. يا سيدي يحتاج بس مجرد هذه الفقرة ووجود هذا الحرس الثوري هو يحتاج إلى تحالف لإنهاء النظام الإيراني وإنهاء الحرس الثوري. لأن وجوده يعتمد على مبدأ تصدير الثورة للعالم بالقوة. طيب. هذه هي أساس وجود الحرس الثوري. ألا يكفي للمجتمع الدولي أو للعالم العربي أن يشكلوا تحالفا لمواجهة هؤلاء؟ من أنتم حتى تفرضون علينا الثورة وبالقوة؟ لاحظ الحرس الثوري غير الجيش الإيراني. لهذا سبب الحشد هو امتداد الحرس الثوري. امتداد الحرس. الحرس الثوري مهمته تصدير الثورة وبالقوة. ألا يكفيها؟ طبعا هذه مخالفة للنظام الدولي والأعراف الدولية والقيم الإسلامية وجميع القيم التي يعيشها العالم اليوم، هي هذا النص مخالف. وهذا نص دستوري بالمناسبة. حرس جمهوري في باقي الدول. لا، حرس الجمهوري شيء. الحرس الجمهوري يعمل داخل الدولة لحراسة الدولة مؤسساتها، نظام. طيب. مؤسسات. طيب. هذا حرس ثوري يمارس دوره في سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي العراق. أعطيني. طيب. حرس جمهوري يمارس دوره خارج. طيب. أستاذ حسين. أستاذ حسين. نعم. بقيت لدي أقل من دقيقة. شنو تتوقع بالساعات القادمة؟ توقعاتك؟ توقعاتي أنه يعني إيران سيكون لها ردود أفعال، لكن على المناطق العربية فقط والمناطق الخليجية تحديدا، والولايات المتحدة بطيئة الرد على ردود أفعال إيران لإشعال المنطقة أكثر وأكثر، ولكن التغيير قادم في العراق رغما أم في الجميع، وعلى الولايات المتحدة أن تساند المتظاهرين العراقيين لأنه الأرضية جاهزة لتغيير هذا النظام وإنهاءه من الشعب من شعب العراقي وإنهاء أيضا هذا النظام الإيراني الذي عاث في الأرض فساد. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه التغطية أتقدم بشكر الجزيل إلى الأستاذ ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري، وكذلك إلى الدكتور طارق شندب ناشط ومحامي دولي، وإلى الأستاذ محمد بالفخر الكاتب والمحلل السياسي اليمني، وكذلك الشكر موصول إلى الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.